سؤال: هل حكم الاعدام حلال ام حرام؟ اي هل يجوز لانسان ان يحكم على انسان اخر بالموت؟ اول جواز لحكم الاعدام او اول تصريح لله بحكم الاعدام في سفر التكوين الصح 9، قال فيه ايه؟ سافك دم الانسان بيد الانسان يسفك دمه. سافك دم الانسان بيد الانسان يسفك دمه. وتصريح اخر صرح به الله في مسألة الاعدام لما قال: عين بعين وسن بسن ونفس بنفس، يعني نفس تؤخذ عوضا عن نفس. وكمان كان في العهد القديم في اسباب اخرى مصرح بها في الاعلام مش موجودة دلوقتي. اللي مقصود بيها حكم الجماعة على الشخص، مش حكم فرد على فرد، حكم الجماعة جماعة المؤمنين على الشخص. وأيضا في تصريح في العهد الجديد إن الملك لا يحمل السيف عبثا بل للانتقام من فاعل الشر. فالكتاب صرح للمسؤولين بحكم القانون ان يحكموا بالاعدام اذا وجد سبب يدعو الى هذا، وبخاصة نفس عوضا عن نفس. نفس عوضا عن نفس، اللي سافك دم الانسان بيد الانسان يسفك دمه.